فكما أرى هنا هنا على يساري يا أبو صبحي، التحية من شباب مخيم العون للكبير البطل داوود السباني، للكبير جميل عنوري، لأمجد فرعون وعبد الله الحصري والشيشاني والتخيل والإباء هنا حيث نزلت الدماء من البطل داوود داوودي ومن مجد الخليفة وعماد مبروك ومحمد رماحة وإياد رماحة وقائمة طويلة جدا وأمجد خاطوري. لازلنا على العهد يا أخي هاشم، وبدي أحكي لكم شغله أبو صبحي العز والله ما هو بدلة البسها، والله العز ما هو رتبة علقها، العز للي للقدس ضحالها وشرف البطولة بكل عزيمة نالها. هذه الأرض يا هاشم عربية على مر التاريخ، بالعربي تحكي سهولها وجبالها. يا حر زل السيف في وجه العدا، احنا جيوش الله ما خفنا الردى. لبيك يا اقصى اذا سمعنا النداء، قول مخيم العام يعني ايش؟ دكت طبول الحرب واحنا رجالنا. ألف الحمد لله على السلامة، نتمنى الفرج القريب بإذن الله بعون الله. وقادري وفعاد وكرمتي وبقية الأسرار الكبار، فقسما وعهدا يا داوود القابوني، عهدا على الأيام أن لا تهزموا، النصر ينبت حيث يرويه الدم، المجد يركع يا ابو صبحي. بدي اذكرك في ايام زمان، بدي اذكرك في ايام العز، النصر ينبض حيث يرويه الدم، المجد يركع للكتائب وحدها. هذه الحقيقه وما عداها ان كان في الدنيا يلا يلا يلا. من الحبايب يقدر من نصيحة.